من هي الفئة التي تنادى بالفصل؟ بدون شك يعني إلا مرجعية دينية. أيوة. يعني المنطلق هو منطلق ديني وهو الذي ينادي بالفصل. ما عدا ذلك لا أعتقد أنه في هناك آراء يعني تربوية حازمة وجازمة أنه الفصل هو الجواب يعني لمعضلات اللي هي معضلات تربوية أو تعليمية في العالم كلياته. يعني مش موجود هذا الموضوع. وين من اللي موجود فصل في المجتمعات اللي هي مجتمعات أكثر مغلقة، أكثر محافظة، أيوة. وأكثر متديني، طبعا بين هلالين متديني. لأنه حما نطلع مثلا بالعالم العربي كلياته في عملية فصل، صح، مدارس، مظبوط. السؤال هل هناك يعني انتهت المشاكل ما بين الشباب وما بين الصبايا، وهل المجتمع هذا هو مجتمعات العربية هي مجتمعات يعني متكاملة ونفسيتها يعني مرتاحة، أيوة. أو عملية التنشئة الاجتماعية وبجيل المراهقة هي عملية يعني بسيرورة سهلة وسلسة، صحية وسليمة أكثر من غيرها. كل النتائج بتشير أنه لا، مش مظبوط، مش بالضرورة هيك. لذلك من ينادي بالفصل هي تيارات دينية بدوافع دينية وبديولوجية دينية أنه يجب الفصل. لكن أنا بطلع على الدين، يعني الدين الإسلامي يقول في البيت يعني فرقوا بينهم بالمضاجع للإخوة، ولكن ما قال فرقوا بينهم وأفصل بينهم في المدارس أو في أثناء الأكل أو الأكل أو كذا أو بالشارع أو في أي محل، في المحلات التجارية. يعني الحياة هي حياة مشتركة، ولا يمكن يعني عملية الفصل هي إنها تتم. We'll be right back.